اخيرا الماء زاد. بعض انواع من الماء زادت. مواد التنظيف الماء زاد، يعني الماء نتاع السوناد ولا الماء المعلب؟ الماء نتاع السوناد هذاك في ظرف عام زاد 60%. 60%. في ظرف عام زاد في فني نتاع بين 40 للمواطن للعائله التونسيه زاد 60%. هذا في 2021، هذا في السنه معناتها العام هذا يعني تقصد؟ العام هذاك العام هذا من ماي عمناوي لجوان زاد. اي مرتين عام زاد مرتين 30% و 30%. وانا نحبوا تدخل السيد رئيس الجمهوريه باش الفني بتاع العائله التونسيه اللي نعرفوا مستهلك استهلاك الفرج بين 100 و 120 لتر يوميا، الفني هذاك ما يزيدش. معناتها اليوم تزاد الماء السوناد وزاد الماء المعلب زاد. الماء المعلب البارح عندك البارح والتبارح ثم نوع من الماء المعلب زاد. بسوم معين ولا بسوم اخر؟ قديش زاد؟ زاد 200 فرنك. 200 فرنك في الدبو في ستيك. عند البيع عند البيع بالتفصيل. عند البيع بالتفصيل. وزاد بيع التفصيل يزيد يوظف عليه، معناتها تلقاها زادت في الشيكة بين 400 و 500 فرنك. وش هي المواد الأخرى ربما اللي لاحظت وأنه فما مواد التنظيف زادت. مواد التنظيف زادت، الزيت العادي زاد. والعديد من المواد الاخرى. هذا بخلاف الخضره والغله واللحوم وغير ذلك. الغله ما نحكيوش عليها، ذاك المضارب سيد الموقف وهو اللي قاعد يتصرف مع معناتها هو اللي قاعد يتحكم في يتحكم في السوق.